الرابع من أركان الإيمان. كاب إيمان عند تات مبر رابعي. الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. دتم ربي سبحانه وتعالى زل أخهم نبيات رسلات مؤمن ما. نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون. زئتهم نيرب فطرات باروت يمبري نعوم نجزئهم باروت أيكون. ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام. زئتهم كن كحدوم نيجبان. وأن الله أرسلهم. رب سبحانه وتعالى ليخوه. وأوحى لهم. كابوت إزازون أريد الله وأيدهم بالآيات بستفلا لهم تأمراتون دقفو نؤمن بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بكلهم كيف لا لنا بكلهم نأمن وبمعلمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم بشموم زقلت لنا كلي كلي لزت غسلنا بشم نأمن وصفاتهم بتي بحرياتناتهم والآيات التي أدوم الله سبحانه وتعالى بها نعوم زهابهم تأمرات كله والأخبار التي جاءت عنهم بزعبهم زتزرب كل نجاراتهم نعم أدوا الأمانة اترب زهابهم حدرة بقبوء مستحللافهم أمانة الرسالة التي ائتمنهم الله سبحانه وتعالى عليها أدوها أكمل أداء اتي رب سبحانه وتعالى زهابهم حلاف النت بقبوء ملكع مستحللافهم نعم نصحوا الأمة أكمل نصح كان منهم ندق سبات كلهم بزتخالهم عقمي كم زمخرون كم زأززون وبلغوا البلاغ المبين لم يكتموا شيئا بزي محبا بزي كيحابؤوا بتي رب زهابهم كله التحلالفهم بلغوا وجاهدوا في الله حق جهادي بذلوا غاية الجهد في تبليغ هذا الدين وجاهدوا بجميع أنواع الجهاد كله بزقبع عرم قباروم تربي زأززون تربي كم حلالفوا زهابهم بزتخالوا معقمي صعر مقبارهم زون نأمن مالتي أول الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام كابتم نبيات نايم جمريا آدم عليه السلام أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام كابتم رسل دما نايم جمريا نبي الله نوح خاتم الأنبياء والرسل نبي محمد عليه الصلاة والسلام كابتم استلاخ نايم ودعت دما نبي محمد عليه الصلاة والسلام مخالهم كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو كاذب والله وكافر كفرا أكبر والله أعلم بدحري رسول عليه الصلاة والسلام نبي محمد من أخوم حدث أنا نبيي أنا رسولي لنتدعى ززارب كوينو زب رب زخ حدى بتنا يرب تأزاز كحدى زخونا سب مخانو كنفلت إقبائنا